اه بالظبط كده. ويضافوا لنتيجه ويضافوا نتيجه المباراه. فدي في الحقيقه عملت شغل كويس جدا. وحاجات كتير يعني مثلا الاشول لما بيحطوا جون بيحطوا جون بيتحسب باثنين. ومن بره التسعه، بره التسعه اللي هي التسعه متر لو كده برضه يتحسب عشان ندي فرصه لخط الظهر او الباكات تشوط من بعيد. فدي عملت شغل كويس جدا في. وبعدين عمليه الربط عمليه الربط بين بين الشباب الفريق الاول يعني الشباب عشان انت تاخد بطوله مصر في كره اليد الفريق الاول لازم يكون فرقتك مرتبطه بنتائج مرتبطه بفريق الشباب. فدي عملت طفره كبيره جدا للناس كلها بدات تهتم بالانديه كلها. ما خلاص انت ممكن تبقى البطل كدوري لكن مش انت البطل المتوج. ايوه وبالتالي عملت شغل كتير جدا في هذا التوقيت يعني.